لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نحاول في هذا الشريط اللي هو يتكلم عن موضوع بكالوريا 2018 والجديد فيه. في موضوع بكالوريا 2018 هو تقريبا نفس النموذج الذي طرح في 2017، وبالتالي ما لا يوجد تغيرات كبيرة جدا في هذا الموضوع، هو نفس الموضوع الذي طرح منذ في بكالوريا 2017 خاصة الدورة الاستثنائية. ولكن لا يوجد إشكال بأن نعيد ما هي الظواهر التي أو الأشياء الجديدة التي ظهرت في هذا الموضوع. طبعا كل موضوع بكالوريا خاصة 2018 يشمل موضوعين على الخيار، يختار الطالب موضوع واحد على الخيار. طيب كل موضوع يشمل تمرينين، ثلاث تمرينات. إذا موضوع البكالوريا اللي يتناول هذه السنة يحتوي على ثلاث تمرينات، التمرين الأول من خمس نقاط، ثم تمرين ثاني، ثم تمرين ثالث. التمرين الثاني اللي هو من سبع نقاط، والتمرين الثالث اللي هو من ثمان نقاط. طيب نتكلم الآن عن التمرين الأول فقط، ونحاول أن نشرح ما فيه. التمرين الأول يتضمن خمس نقاط، وهو نستهدف كفاءة. كفاءة، الكفاءات الموجودة في المنهاج السنة الثالثة علوم تجريبية هي كفاءة تخص بكفاءة دور البروتينات ووظائفها، وتشمل عدة مجالات، وتشمل عدة وحدات، وحدة تركيب بروتين، وحدة بنية البروتين، وحدة الإنزيمات، وحدة أخرى اللي سميناها دور البروتينات في الدفاع عن الذات، ثم الوحدة الأخيرة اللي هي دور البروتينات الاتصال العصبي. هناك مجال ثاني اللي هو الخلية والطاقة، والذي يشمل وحدتين أساسيتين هما التركيب الضوئي والتنفس، بالإضافة إلى حوصلة، وفي النهاية في المجال الأخير اللي هو الكفاءة الأخيرة اللي تشمل التكتونية العامة التي فيها حركة الصفائح ودلائلها والظواهر المرتبطة بهذه الحركة. إذا الكفاءة المستهدفة قياس جملة من الموارد، جملة أي مجموعة من الموارد نقصد بها المعارف والمعلومات التي يمتلكها الطالب حول كفاءة معينة، حول موضوع معين. إذا جملة من الموارد المعرفية التي تستجيب للبعد المعرفي للكفاءة، للبعد المعرفي للتركيب الضوئي، للبعد المعرفي للتنفس، للبعد المعرفي للمناعة، للبعد المعرفي لأي وحدة من الوحدات. وبالتالي هذه يقيس جملة من كفاءة معينة، من وحدة من الوحدات الخاصة بالمنهاج. طيب هذا الكفاءة. الهدف التعلمي، ما هو الهدف؟ الهدف من أجل قياس قدرة المتعلم على انتقاء واسترجاع والتنظيم المهيكل للمعارف. إذا هذا التمرين يهتم بشكل كبير على استرجاع المعارف، لكنها بطريقة منظمة وليست آلية، وإنما بطريقة منظمة، حيث يمتلك الطالب مجموعة من المعارف الكثيرة جدا. من بين هذه المعارف معارف حول تركيب البروتين اللي فيه النسخ والترجمة، معارف حول بنية البروتين، معارف حول الإنزيمات. هل يستطيع الطالب أن يستخدم هذه المعارف منظمة من أجل إفهام شخص آخر أمامه كيف يتم تركيب البروتين وما هي علاقته بالبنيات البروتين؟ كيف تستطيع أن تستخدم معارفك وتسترجعها في شكل منظم من أجل أن تفهم شخص أمامك، أو أن تقدم نصا أو عرضا يحتوي على دور البروتينات في الاتصال العصبي أو دور البروتينات في الدفاع عن الذات؟ وبالتالي قياس قدرة المتعلم على اختيار واسترجاع وإعادة وتنظيم بعض الموارد من أجل تقديمها في نص مهيكل من ناحية علمية مفهوم ومنظم. طيب سياق التمرين، بداية التمرين هي يتضمن إطار حل المشكل. إذا نريد أن ندرس كيف يتم العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته، نقدمها في شكل سياق كما سوف نقدم بعد قليل. زائد المعطيات الضرورية للحل هي التجارب، هي السندات، هي المنحنيات، هي الوثائق، وهي هذه يسموها المعطيات الضرورية. عدد السندات، السند الذي يستند عليه الطالب، السند الذي يعتمد عليه الطالب من أجل حل هذا الموضوع أو حل هذا التمرين. طيب قد يكون صور، رسوم تخطيطية ونص علمي. طيب عدد التعليمات، أي ما نقصد به في هذا
في هذا في الفيديو ان عدد التعليمات نقصد به الاسئله. اذا هناك سؤال فقط، وقد ورد في هذا في بكالوريا 2017 الدوره الاستثنائيه نماذج بهذه الطريقه اللي فيها سؤالين فقط. اذا قياس مدى التحكم في الموارد، اي اكتب بيانات اعرف الظاهره، اكتب معادله الى اخره. اذا هناك سؤال مباشر تجيب عليه مباشره. ثم بعد ذلك تجنيد الموارد، تجنيد المعارف والافكار وتنظيمها لبناء خلاصه حول موضوع معين. اذا هذا بالنسبه للبيانات. طيب البعد القيمي، القيم التي يحملها التمرين تكون من حياه المتعلم، اي من حياته، وبالتالي البرنامج هو كله يمس حياه الطالب في خاصه في العلوم التطبيقيه. توزيع العلامات، يكون السؤال الاول، هذا السؤال الاول من واحد ونص، اثنين على الاقصى. السؤال الثاني يكون من العلامه اثنين الى واحد من العلامه الاجماليه، مع تخصيص نقطه معينه لتنظيم الهيكله والتنظيم. نقترح الان مثال، لانه لكي يتضح هذا المقال لا بد ان نقدم مثالا. مثال هو من بكالوريا التجريبية، طرحناه في هذه السنة تمرين أول في ثانوية أول نوفمبر ولاية الأعراب. إذا هذا التمرين الأول اخترناه، التمرين الأول إننا شخص في الخلية، وبالتالي نتكلم الآن عن السياق، على سياق هذا التمرين. إننا شخص في الخلية مرتبط بمادتها الوراثية، إذا المادة الوراثية وما ينتج عنها من البروتين، المادة الوراثية وعلاقتها بالبروتين، حيث تلعب بنيتها الفراغية، دورا هاما في تحديد وظيفتها. اي ان البنيه ذكرت بعض المصطلحات، البنيه البروتين الوراثه، البنيه الفراغيه الوظيفه. نريد التطرق لجانب من ذلك فيما يلي. هل نتطرق الى كل جوانب او نتطرق الى جانب؟ نتطرق الى جانب من ذلك ليس كله. اذا اعطينا وثيقتين، وثيقه فيها صوره حقيقيه للنسخ، ووثيقه تمثل رسم تخطيطي لعمليه الترجمه في البدايه، والشكل هذا او هذا جدول الشفرة الوراثي. طبعا هنا يمكن ان نسمي، من الافضل ان نسمي هذه، نسميها بالسند، هذا نسميها السند الذي يشمل الوثيقه مثلا واحد ويشمل الوثيقه اثنين. اذا فقط قد مشكله التسميات، مشكله التسميات. اذا لدينا سند يحتوي على وثيقتين، هذا وثيقتين، وثيقه واحد وثيقه اثنين. طيب الان السؤال ما هو؟ تعرف على، تعرف او سمي المرحله الممثله في كل من الشكل والوثيقه. اذا هذه المرحله ماذا تسمي؟ هذه المرحله نسميها عمليه استنساخ، لا تستدعي كلاما كثيرا، اذا عمليه استنساخ وكفى. هذا المرحله ماذا تمثل؟ تمثل عمليه الترجمه، اذا عمليه الترجمه. اذا اردت ان تضيف اشياء اللي في مرحله استطاله او في مرحله الاطاله غير مطلوب، اذا المراد منك ان تسمي هذه المرحله، وبالتالي هناك استرجاع للمعارف بشكل منظم باعتماد الوثائق. الان ثم سمي او تعرف على العناصر المشار اليها بالارقام والاحرف. اذا هناك ارقام وهناك احرف. الارقام المشار اليها واحد اثنين ثلاثه وهكذا، الاحرف هي حا واحد حا اثنين حا ثلاثه حا. اذا بالنسبه للتسميات، اذا هذه الخطوط اللي هي تخرج من هذا الخط الرئيسي، هذا نسميه الأدي آن، وهذا الخيوط التي تخرج من الأدي آن نسميها جزيئات الآر إن. إذا هذه جزيئات آر إن، البيان واحد هنا هو نفس البيان واحد. إذا كان واحد آر إن هنا لا تضعه أدي آن هنا، وبالتالي يبقى نفس البيان. إذا واحد اثنين يبقى البيان، ثلاثة هو حمض أميني مرتبط بالآر إن تي. ثم أربعة اللي هي ريبوزون فيه تحت وحدة كبرى مع تحت وحدة صغرى، هذول كلهم راهم مرتبطين، وبالتالي أربعة نسميه ريبوزون وظيفي، أي أنه يقوم بوظيفة الترجمة. طيب خمسة الموقع، نسميه موقع أ، لأن الموقع أ هو اللي يثبت فيه الحمض الأميني بالسلسلة، بينما الموقع الأول اللي هو بي هو اللي تخرج منه السلسلة البكتيرية، ولذلك سمي بكتيرية. هذا الموقع بي وهذا الموقع أ. ثم بعد ذلك الرابطة الابتدائية اللي هي رقم ستة وهكذا. سبعة البيان رقم سبعة سميناه بي، البيان رقم ثمانية هو الآر إن تي حامل للحمض الأمين. إذا هذه لا تحتاج إلى معارف
كثيرة بس تحتاج إلى معلومات مباشرة تحدد ما اسم هذا. طيب الآن نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو استعمل قبل ذلك. طبعا هنا ينتبه الطالب أننا استخدمنا الأرقام واستخدمنا الأحرف. أين هي الأحرف؟ الأحرف هي حا واحد. إذا بما قدمنا هذا لابد من استعماله. إذا أ إي جي تمثل الميثيونين. إذا حا واحد تمثل الميثيونين، ثم حا اثنين اللي هي أ أ جي، هذه اسمها رامزة مضادة. إذا لابد أن نستخدم الرامزة المقابلة لها اللي هي إي سي. إذا فتصبح إي سي. إذا أمازة تمثل الفينيل ألانين، إذا هذا يمثل الفينيل ألانين. طيب الآن سي إي جي هي رامزة وليست رامزة مضادة، وبالتالي نبحث عنها مباشرة فتمثل مثلا اليوسين. طيب الآن يبقى لدينا الإي إي سي الذي سوف يتوضع في الموضع هذا بعد فترة. ماذا نسميه؟ هذه الإي سي هي رمزة مضادة، إذا لابد أن تكون الرمزة المقابلة لها هي أ جي الذي سوف تحتل مكانها. أ جي ترمز لمن؟ لليزي، فيصبح لدينا هذا الليزي. إذا الآن جاوبت على السؤال الأول بشكل دقيق ومفصل. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني اللي هو يعتمد أساسا على استرجاع المعلومات ولكنها في شكل نص مهيكلة منظمة. كيف ذلك؟ طيب الآن باستعمال كل المعطيات، إذا الطالب اللي يطلب سؤال باستعمال كل المعطيات الموجودة أمامك وشيء آخر ومعلوماتك، قدم عرضا أو نصا، قدم عرضا أو نصا مدعما برسومات تخطيطية وظيفية تظهر فيه أن بنية البروتين مرتبطة بالمادة الوراثية. طبعا النص أو العرض يتضمن ماذا؟ يتضمن النقطة التي هي بنية البروتين ويتضمن المادة الوراثية. إذا من الضروري أن نعرف كيف نقدم العلاقة بين المادة الوراثية اللي هي المورثة والعلاقة بين بنية البروتين. إذا هناك لدينا إشكال، الإشكال اللي هي علاقة المورثة ببنية البروتين. طيب هذه راح تكون في المسودة. إذا لدي المعارف الضرورية، إذا علاقة المورثة ببنية البروتين. طيب المورثة ما هي؟ ما هي المورثة؟ وما هي بنية البروتين؟ إذا بعد أن حددت العلاقة الإشكالية اللي هي اللي تطرح الآن، ما هي علاقة المورثة بالبروتين؟ نحدد الآن العرض. نبدأ بالمورثة. ما هي المورثة؟ المورثة هي عبارة عن سلسلة من النكليتيدات أو مجموعة من النكليتيدات ذات ترتيب محدد. طبعا هذه مورثة وهذه مورثة، هل المورثات متماثلة مختلفة؟ فيما تختلف المورثة؟ تختلف في ترتيب النكليتيدات وعددها، عدد النكليتيدات وطولها. طيب الآن بنية البروتين، من يحدد بنية البروتين؟ يحدد بنية البروتين اللي هي ترتيب الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية تحدد نوعية معينة من الروابط، تلك النوعية المعينة من الروابط اللي هي الشريدية والهيدروجينية إلى آخره، تحدد بنية فراغية معينة للبروتين. إذا كيف نجد العلاقة بين المورثة والبروتين وبنية البروتين؟ إذا نحاول أن نصير أو نجمع المعلومات الضرورية من هنا ومن هناك، طبعا من ذاكرتي الخاصة، نجمع هذه المعلومات ونصيغها في نص يمكن أن يفهمني الذي يقرأ هذا النص ويتضح له أنه نص مفهوم ومنظم. طبعا هنا البيانات تكلمنا عليها. الآن النص، النص يبحث عن بنية البروتين مرتبطة. بنية البروتين هل هي مرتبطة بالمورثة؟ طيب المورثة عبارة عن تتالي، ممكن نقدم هذه الجملة، تتالي مجموعة من النكليتيدات، لكن البروتين هو مجموعة من الأحماض الأمينية تحدد دور بنيته. فما علاقة المورثة بالبروتين؟ هذا النص ممكن نضعه. طيب الآن بنية البروتين من يتحكم فيها؟ نوعية الروابط التي تنشأ. إذا أشرت إلى البنية لأن النص الذي طلب مني هو البنية والمادة. إذا لابد أن نعرف البنية أول شيء ونحيط بها ونعرف المادة ثاني شيء، ثم ندرك العلاقة أو نجري العلاقة بين هاتين العمليات أو بين هاتين العنصرين. إذا بنية البروتين يتحكم فيها نوعية الروابط التي تنشأ بين الجذور الحرات الأحماض الأمينية. هذه الروابط هي منها الكبريتية والكارية والشريدة والكارية للماء والشريدية والهيدروجينية. إذا ممكن نذكرها. إذا يمكن لك أن تفصل الآن، ممكن أن تفصل.
يتحكم في هذه الروابط. من الذي يتحكم في هذه الروابط؟ هذه الروابط من يتحكم في ترتيبها؟ يتحكم في ترتيبها، يتحكم في هذه الروابط ترتيب الأحماض الأمينية المؤلفة في السلسلة الابتدائية. وبالتالي هناك روابط، هناك بنية نتيجة روابط، والروابط نتيجة ترتيب. طيب الآن يتحكم في ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة هي المورثة. كيف يتم الانتقال؟ يتم الانتقال من المورثة الآن نجد علاقة، يتم الانتقال من المورثة إلى البروتين وفق مرحلتين، مرحلة النصف، ونذكر النصف ونقدم حتى الرسم الذي ذكرناه مع البيانات لأننا نستخدم نفس الجزيئات. إذا هذا الرسم ممثل بشكل دقيق. إذا بعد ذلك، بعد أن نتكلم عن النسخ بجوانبه، نتكلم الآن عن الترجمة. تحدث هذه على مستوى الريبوزومات وكيف تحدث وما هي متطلباته إلى آخره، ونذكر العناصر الأساسية في الترجمة. أن كل حمض أميني له رمزة معينة يوضع على أساسها في السلسلة، حيث AAG تقابل AUC، وحيث اليوسين ذو GUC تقابل و. إذا نصبح الآن قد أحط من جميع الجوانب. الآن ممكن أن نضيف إلى شيء آخر، إن أي تغير لو تغيرت المورثة أو الرامزات في السلسلة في سلسلة الأرين أو في الأدين، ماذا يحدث؟ يؤدي ذلك إلى تغير في ترتيب الأحماض الأمينية، وبالتالي تغير بنية البروتين، وبالتالي يصبح البروتين فقد وظيفته مختلفة. إذا هذا بالنسبة لي هذا السؤال اللي هو ما ندعوه ب التمرين الأول الذي يشمل استرجاع المعلومات. ترى أن استرجاع وكتابة النصوص العلمية هذا من الأسئلة المنهجية التي يجب أن يتعود عليها الطالب منذ بدايته في السنة في النهائي، وقبل ذلك في السنوات السابقة يتعلم على كتابة النصوص، يتعلم التعبير اللغوي والعلمي، يتعلم على إبداء رأيه في شيء معين بشكل منظم ومعيك. هذا بالنسبة لي موضوع اللي هو التمرين. التمرين الثاني اللي هو في بكالوريا 2018 دائما، الذي يقترح فيه جزئين. إذا هو مختلف قليلا عن التمرين الأول، لكنه يحتوي على أسئلة الطالب الذي لديه معلومات كافية يستطيع أن يتعامل مع أي سؤال كان. الطالب الذي ليس لديه معارف ومعلومات ومنهجية إلى آخره لا يستطيع أن يجيب وإن كانت أسئلة بسيطة. وبالتالي التمرين الثاني كيف يمكن أو ما هي العناصر التي يتكونها؟ التمرين الثاني فيه 6 نقاط، معناها النقاط تاعو تقريبا من 6 إلى 7 نقاط، لكنه لا يشمل جزء واحد وإنما يشمل جزئين. التمرين الأول جزء واحد، التمرين الثاني فيه جزئين أساسيين، جزء أول وجزء ثاني. لكن نعيد الآن الكفاءة المستهدفة، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. الكفاءة قياس جملة من الموارد، قياس مجموعة من الموارد المعرفية، نقصد بها المعارف أو المعلومات الأساسية. المنهجية أي كيف تستعمل هذه المعارف، كيف تحلل، كيف تفسر، كيف تركب، كيف إلى آخره. هذه المعارف المنهجية، هذه لا تكتسب في فترة قصيرة وإنما تكتسب خلال موسم دراسي، خلال معالجة النشاطات. وبالتالي إحنا نقدم في هذا الفيديو العناصر الأساسية التي تهم الطالب، أما التي تهم الأستاذ فتحتاج إلى تفصيلات أكثر من هذا. الهدف التعلمي ما هو الهدف؟ قياس قدرة المتعلم على توظيف استعمال الموارد، وليس استرجاع الموارد وإنما استعمال المعارف. هذا بالنسبة لي السنة الثانية، المعرفية والمنهجية خلال استدلاله. طيب كل شيء مبني على حل الإشكالية العلمية اللي هو الاستدلال العلمي، اللي هو منذ ما جاء المنهاج في 2008 هذا الأشياء موجودة في المنهاج منذ 2008. السياق أو الإطار الذي يتضمن إطار حل المشكلة العلمية زائد معطيات أما المعطيات. طيب المشكلة ليس بشكل كامل، المشكلة اللي حلها 80 درجة أكثر بشكل ذلك. عدد السندات أو عدد السندات هي سندين، طيب السند الأول فيه وثيقتين، السند الثاني فيه وثيقتين، فتصبح مجموع الوثائق 4 وثائق. التعليمات أو الأسئلة، الجزء الأول فيه سؤالين، الجزء الثالث يحتوي على 3 أسئلة. طيب البعد القيمي دائما يكون من ما هو مدروس وما هو محيط بالطالب. العلامات، الجزء الأول
من ثلاث يصل الى ثلاث نقاط، الجزء الثاني يصل الى خمس نقاط فتصبح ثلاثة مع اثنين مع أربعة تصبح سبعة، أو خمسة مع اثنين تصبح سبع نقاط. إذا هذا بالنسبة لتوزيع العلم. لنقدم مثالا نموذجا عليه اللي هو التمرين الثاني سبع نقاط. السياق الذي طرح فيه نقدمه كالتالي. إذا يتطلب الدفاع عن الذات، تجعل الطالب يسترجع معلوماته حول المناعة، لكن هذه المعلومات حول المناعة ماذا تشمل؟ هل تشمل الذات؟ هل تشمل الاستجابة الخلطية؟ هل تشمل الاستجابة الخلوية؟ هل تشمل الفي اتش؟ هل تشمل اختيار الاستجابة؟ وبالتالي هناك استدعاء ذهب إلى ملف اللي هو خاص بالمناعة. لكن أي ملف؟ إذا يتطلب الدفاع عن ذات تدخل آليات مناعية مختلفة تؤدي فيها البروتينات أدوار، البروتينات في الدفاع عن الذات، ولمعرفة بعض هذه الأدوار نقترب. طيب، يشكل فيروس الالتهاب الكبدي HBV الكبدي، هذا الالتهاب الكبدي الذي يسبب تليف الكبد، الذي يسبب تعفن الخلايا الكبدية مشكلا مشكلة صحية علمية حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة OMS. من أجل التوصل إلى تحديد آلية المناعية المتدخلة في القضاء على هذا الفيروس نقترح الدراسة التالية. إذا السياق هو في الحقيقة من الواقع، وهذا شيء مفيد بالنسبة للطالب، يجعل الطالب أنه متشوق لحل التمرين، يجعل فيه عالم عامل التشويه، وبالتالي ليس هكذا تمرين في أسئلة فقط، وإنما نريد أن ندرس ما هو السبب الذي يؤدي بين HBV إلى تليف الكبد وما هي الطرق، وبالتالي يصبح الطالب يجيب وفي نفس الوقت يبحث عن حل لإشكالية هذه بطريقة معينة. إذا وبالتالي السياق لابد من أن يختار بشكل دقيق من طرف الأستاذ حتى ما تكون للأشياء لها معنى، للامتحانات لها معنى، للدرس له معنى، لكل شيء له معنى. إذا نبدأ بالجزء الأول. الجزء الأول يقدم سند، إذا هذا الجزء ممكن أن يكون فيه نقطتين إلى ثلاث نقاط. إذا يقدم السند وثيقتين تبينان، سند واحد تبينان على التوالي. إذا مباشرة بعد ما أعطى الإشكال أعطى الآن البحث عن الإجابة. إذا يقدم السند وثيقتين تبينان على التوالي نتائج معايرة الجلوبيولينات، تركيز الجلوبيولينات. الجلوبيولينات هي اللي نقصد بها الاي جي جي، هي الاجسام المضاده. اذا نقرا ونفكر، اذا تركيز الجلوبيولينات هي الاجسام المضاده في المصل المناعيه وعدد الخلايا النفاويه في اتحاد شخصين او بي. كل كلمه نقراها، كل كلمه اصيب بسيره المثنى بالفيروس الالتهاب الكبدي اش بي في. اذا في اثنين اصيب بهذا الفيروس بحيث تماثل مثلا. اذا ما تقدرش تقرا الكلمات يمكن ان تخطا. اذا بحيث تماثل للشفاء معناها شفية بعد بضعه اسابيع من الاصابه، في حين تطلب شفاء الشخص بتدخلا طبيا. وبالتالي حتى المصطلح اللغويه لابد من مراعاتها، لان بعض الطلبه ممكن ان لا يفهم الكلمات الدقيقه تماثل، يقراها شيء اخر ربما تضيع له فهم التمرين. اذا تماثل بالشفاء اي انه شفية تدخل طبيا. اذا باستغلال مطلوب هنا باستغلال نتائج السند قدم تفسيرا لتماثل الشخص ا للشفاء وعدم تماثل الشخص ب، اقترح التدخل. طيب اذا ماذا نعلم؟ نعلم ان هناك استجابه خلطيه في الجسم اذا كان داخل جسم غريب، هناك خلطيه وهناك خلويه. الخلطيه من يتدخل فيها؟ انا راني اراجع ما هو موجود عندي. اذا يتدخل فيها الاجسام المضاده، والاجسام المضاده مصدرها الخلايا البلازميه، والبلازميه جاءت من الالبي، والالبي نتجت في نقي العظام. اذا هذا بالنسبه للاستجابه الخلطيه لانه تكلمنا عن الجلوبيولينات. طيب الان الاستجابه يمكن ان تكون خلاويه بتدخل ال تي سي، وبالتالي نستعد لهذه المعلومات لمعالجتها. لكن ما هو مطلوب في السؤال باستغلال النتائج؟ قدم تفسيرا. اذا نريد ان نفسر ما هو النتائج. اذا لدينا نتيجه اولى ولدينا نتيجه ثانيه، وثيقه واحد وثيقه اثنين. وثيقه واحد ماذا تمثل؟ تركيز الجلوبيولينات المناعيه ضد اش بي في، اللي هي تركيز الاجسام المضاده الاي جي جي
ممكن مثلا هنا بدلالة الزمن، إذا هذا منحنى يمثل دلالة الزمن. طبعا هنا يمثل ماذا؟ يمثل التغيرات العددية للخلايا الليمفاوية البي والخلايا الليمفاوية التي. الآن كيف نجيب على السؤال هذا؟ إذا باستغلال نتائج سنقدم تفسيرا لتلافه. إذا الآن يمكن لطالبين أن يقدما إجابتين مختلفتين لكن لها نفس المعنى ويأخذان نفس النقطة. إذا ممكن نبدأ بهذه، ممكن نبدأ بهذه ونربط بيناتهم. إذا من الأفضل دائما نبحث عن الأفضل إذا نريد أن نستغل المعلومات في التفسير. ماذا لدينا؟ إذا يمثل الوثيقة هذه وثيقة واحد تغيرات تركيز الجلوبولينات المناعية ضد بدلالة الزمن. ماذا نلاحظ بالنسبة لها؟ نلاحظ زيادة الأجسام المضادة بعد الإصابة بهذا الفيروس، بينما الشخص ب نلاحظ أن الأجسام المضادة أو الجلوبولينات المناعية بقيت معدومة. ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن الشخص آ ينتج الأجسام المضادة بينما الشخص ب لا ينتج الأجسام المضادة. إذا العكس ممكن يكون في الخلل، يكون في عدم إنتاج الأجسام المضادة. طيب الآن لو انتقلت إلى الوثيقة 2 ماذا نعتمد؟ إذا ماذا نلاحظ بالنسبة للمقارنات؟ هذه النسبة العادية، هذه الشخص A، هذه الشخص B. إذا الشخص A نسبة الخلايا LB و LT تقريبا في نفس القيم، تتراوح ما بين 0.4 إلى 0.1. طبعا هنا عند الشخص A 0.35، ونستخدم هذه المعطيات. بالنسبة LT تتراوح من 1.5 إلى 3، عند الشخص A هي موجودة في الحدود الطبيعية، ليست الأدنى وليست الأقصى. الآن بالنسبة للشخص B يلاحظ شيء ملفت الانتباه، أن هناك نقص حاد للخلايا LB حيث نسبتها 0.03 أو عددها في 10^7، بينما القيمة القصوى أو الدنيا هي 0.1. إذا هناك عجز حاد في الخلايا الليمفاوية LB، كذلك هناك عدد مناسب للخلايا LT. إذا لا يوجد خلل في LT وإنما يوجد الخلل في LB. إذا ماذا نستغل؟ نستغل الوثيقة هذه بعد تحليلها ثم تفسيرها. فنقول أن الشخص A لديه أجسام مضادة ضد هذا الفيروس، بينما الشخص B لا توجد لديه أجسام مضادة. السبب غياب الأجسام المضادة بالرجوع بالربط بين الوثيقة، بالرجوع على أن الشخص A يمتلك الخلايا الليمفاوية LB عادية، بينما نسبة LB تكون ضعيفة جدا. يعود ذلك قلة الأجسام المضادة عند الشخص B تكون بسبب غياب الخلايا LB. إذا الوثائق التي تعطى لابد أن نعرف نستغلها بشكل جيد. إذا نعيد السؤال مرة أخرى. باستغلال معناه نعتمد بشكل دقيق الوثيقة 1 و 2، قدم تفسيرا لتماثل. إذا الشخص A لماذا تماثل؟ لأن الأجسام المضادة التي أنتجت له قد قضت على وشكلت معقدات مناعية مع هذا الفيروس وبالتالي لم تؤثر. هذا الشخص B لم يتماثل لأنه لا يمتلك أجسام مضادة بسبب غياب الخلايا LB. طيب الآن لنرى الترتيب. إذا في التصريح طبعا التمرين الثاني يقيس توظيف الموارد المعرفية والمنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي. إذا نريد أن نفسر حالة، اللي هي حالة الشفاء وحالة عدم الشفاء، لا بد من استخدام الاستدلال العلمي الذي يشمل التحليل والتفسير والمقارنة إلى آخره. الآن تبين الوثيقة 1 ارتفاع نسبة الجلوبولينات المناعية عند الشخص بعد 7 أيام من الإصابة. إذا وكأننا قدمنا التحليل، إذا هذا داخل في الاستدلال لتبلغ ذروتها بعد 14 يوم من الإصابة، ثم تنخفض بعد ذلك إلى تركات العدم. هذا بالنسبة لي التحليل وذكرناه. طيب الفيروس تبقى نسبة الجلوبولينات المناعية في مصدر المعدن، مما يدل على أن إصابة الشخص ولدت استجابة مناعية خلقية. إذا نستخدم المصطلح العلمي، إذا ولدت استجابة مناعية خلقية لم تولدها الشخص ب. الآن بالنسبة لماذا هذا السبب، ننتقل إلى الوثيقة الثانية. تبين الوثيقة الثانية أن عدد الخلايا الليمفاوية LB والLT عند الشخص عادي، الشخص B الذي يسجل لديه نقص كبير في عدد الخلايا LB بينما LT تبقى لديه عادية. طيب إذا كان لديه LT عادية بينما LB متغيرة، يعني ذلك أن السبب يعود، تبين الوثيقة إذا
قدمت التحليل الأول، قدمت الثاني، الآن لنحاول أن نربط بين الوثيقتين ونستدل على ذلك. إذا تبين وثيقتين أن عدم إنتاج الجلوبيولات المناعية عند الشخص ب يعود إلى تناقص حاد في الخلايا اللي نتج عن ذلك عدم إقصاء المستضد، بينما نتج عن الروية الشخص أ الجلوبيولينات المناعية اللي هي الأجسام المضادة لوجود اللمفاوية تي و بي لديه، ترتبط هذه الجزئية النوعية مع الأش. طبعا هنا أش اش بي بي مشكلة المعقدات المناعية تعمل على إبطائه ومفعوله. فاستخدمت الآن المعلومات التي لدي المعارف التي لدي استخدمتها في مكانها، استخدمت إبطال مفعول التدخل بالعمليات، استخدمت معقدات مناعية، الآن استخدم المعقدات لا نستخدمها في مكان آخر. الآن بالنسبة للعلاج يقترح عليك كيف يمكن أن العلاج المقترح للشخص بي. إذا يمكن حقنه بأجسام مضادة، إذا أنت لست طبيبا الآن حتى تقول ذلك، ولكن الآن أنت تقترح العلاج، فقد يكون هذا الاقتراح موجود فعلا وقد لا يكون. إذا تقترح من خلال معطياتك اللي هي موجودة المعطيات، إذا هذا الشخص لديه أجسام مضادة، إذا يمكن أن نحقنه للشخص ب ولديه خلايا لمفاوية، طبعا أجسام مضادة نوعية. طيب وزرع خلايا لمفاوية من نفس السلالة، طبعا هنا زرع خلايا لمفاوية إذا كان في بالك ان الاستجابه المناعيه ضد فيروس الاش بي في هي استجابه مناعيه خلويه ويمكن زرع الخلايا اللمفاويه، اذا هذا اقتراح. يبقى هل هو فعلا صحيح هذا الاقتراح؟ هذا شيء اخر، لكن ما هو الاكيد ان الشفاء الشخص ا كان بسبب اجسام مضاده، فاذا يمكن ان نقترح حقن اجسام مضاده. هذا بالنسبه لي الجزء الاول فقط. الان ناتي الى الجزء الثاني، الجزء الثاني الذي يقدم ايضا سند. طيب الجزء الثاني ماذا يقترح؟ للكشف عن نمط اخر من الاستجابه المناعيه ضد فيروس الالتهاب. اذا الحاله الاولى كانت استجابه خلطيه لان العدد لاحظنا فيها الاجسام المضاده. الحاله الثانيه هي استجابه نمط اخر من الاستجابه. كيف تكون هذه الاستجابه؟ لابد ان تكون خلويه، لا يوجد نمط اخر من الاستجابه. إذا للكشف عن نمط آخر من الاستجابة المناعية ضد فيروس التهاب الكبد وآلية حدوثها، إذا هناك نريد أن نتعرف عن الاستجابة والآلية حدوثها، نقترح عليك السند 2. السند 2 أو المعلومات المقدمة في هذا السند فيها أوساط 1 و2 و3 يدرس تأثير خلايا لمفاوية مأخوذة من شخص مصاب بالالتهاب الكبدي على خلايا كبدية مأخوذة من شخص آخر. إذا نقدم أخذنا تأثير الخلايا اللمفاوية المأخوذة من الشخص مصاب بالالتهاب الكبدي. إذا كان خلايا لمفاوية مأخوذة من شخص مصاب بالالتهاب الكبدي فلا بد أن تكون ارتيسي، فلا بد أن تكون الارتيسي، لأن الارتيسي هي متخصصة ضد الخلايا اللمفاوية. هذا الارتيسي نضعها مع خلايا كبدية مأخوذة من شخصين أ مصاب و ب مصاب، قد تكون ب مصاب، قد تكون ا مصاب، قد يكون. طيب البروتوكول التجريبي، الطريقه التجريبيه والنتائج الفحص المجاري لعينات ماخوذه من كل وسط مبينه في وثيقه السنه 2. بالاعتماد على سنه 2 علل العبارات التاليه. اذا المطلوب هو تعليل، التعليل هو تبيين لماذا حدث. التعليل ان المناعه ضد الفيروس التهاب كبدي خلوي. طيب هذا السؤال اللي هو بالاعتماد على السنه 2 علم العباره التاليه، كليا ترى المناعه ضد الفيروس الالتهاب الكبدي هي خلويه فعلا ام لا؟ طيب ما هو دليلها من الوثيقه؟ ما هو الدليل على ان الخلايا اللمفاويه تي المستعمله في التجربه مأخوذة من الشخص اخر؟ ما هو الدليل ان تخريب الخلايا اللمفاويه التي تتطلب تعرفا على الاشعه؟ هذا وش معنى التعليل؟ هذا ما معنى التعليل؟ إذا لنعلل الآن لنذهب إلى الوثيقة. إذا الوثيقة لا بد من قراءتها أيضا بشكل متناعي. إذا خلايا لمفاوية مأخوذة من شخص مصاب بفيروس التهاب كبد، هذه الخلايا هي لا بد أن تكون خلايا LTC لأنها تعرفت على الخلايا المصاب. هذه LTC قسمناها إلى 3 أقسام، LTC مأخوذة من الشخص هذا. طيب هل هو A ولا B؟ لا نعلم. طيب وضعناها مع خلايا كبدية مصابة، ما وضعناها مع خلايا كبدية مصابة، وضعناها مع خلايا كبدية أيضا للشخص آخر.
لكن هذه خلايا كبدية مصابة بالفيروس، وهذه للشخص اللي مصاب بالفيروس، اما هذه للشخص غير مصاب. طيب الان بعد 3 أيام من الفحص ماذا لاحظنا؟ هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة. طيب اذا هذه الصورة توحي الى ماذا؟ توحي الى ان الخلايا هذه اللمفاوية قامت بتخريب الخلايا المصابة بالفيروس للشخص. اذا الخلية التي تقضي على خلية هي فعلا خلايا MTC. اذا التعليم الاول المطلوب مني بالاعتماد على نسب عالم المناعة ضد الفيروس التهاب كبدي خلوي. طيب الخلوية هي من هي؟ الخلوية هي التي تتم بالNTC. كيف تعمل الNTC؟ تقوم بالتعرف على الخلية المصابة ثم تفرز فيها البرفورين ثم تقضي عليه. اذا هذه الصورة تعبر، اذا هذه التجربة تعبر عن الاستجابة فعلا خلوية. طيب الان السؤال الثاني، الخلايا اللمفاوية التي مستعملة مأخوذة من الشخص طيب الان لنحدد بعض المفاهيم الأساسية الان هل الخلية الانتيسي اخذت من الشخص او اخذت من الشخص ب؟ طيب اذا هذه الخلايا، هذه الخلية هي خلية مصابة، خلية مصابة بماذا مصابة؟ مصابة بفيروس الالتهاب الكبدي، أي أنها تحمل CMR1 أو HLA-1 مرتبط بمحدد المستضيف. طيب الالتيسي لكي تخرب لابد أن تقوم بالتعرف على CMR الخلية الذات، خلية الذات. إذا تعرف الخلية الالتيسي على الخلية المصابة يدل على أن هذا الخلية الالتيسي، لأن الخلية المصابة جبناها من الشخص A، يدل على أن هذا الخلية الالتيسي قد تمكنت من التعرف على CMR1 للشخص A، وبالتالي هي مأخوذة من الشخص A. طيب هذه الالتيسي وضعناها مع خلية مصابة من أي شخص؟ من الشخص B. إذا الشخص B والشخص A يختلفان في CMR1، وبالتالي هذه الخلايا إذ لو كانت من الشخص ب لقامت بتخريبها، لكن لم تقم بتخريبها لأن الخلايا A لم تستطع أن تتعرف على CMR1 للشخص ب. إذا وهذا يؤكد على أن الخلايا الالتيسي مأخوذة من الشخص A. طيب إذا يمكن أن تثبتها بعدة طرق. الآن نأتي إلى التعليل الثالث اللي هو يتطلب تخريب، يتطلب تخريب الخلايا المصابة من طرف لتعرفا على HLA هذه الخلايا. إذا ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ طيب الآن هذه الخلية دليل إذا تعرفت هذه الخلية لديها نفس CMR1 مع هذه الخلية، وبالتالي الالتيسي تتعرف على الخلية خلية الذات لتعرفها على HLA، بينما الالتيسي لم تستطع أن تتعرف على الخلية المصابة به لاختلاف CMR1. طيب الآن لنضيف شيء آخر قبل ذلك، السؤال الاخر الاخير يتطلب تخريب الخليه من طرف تعرفا على بيبتيد مستضيف. ما معنى البيبتيد المستضيف؟ ماذا نقصد بالبيبتيد المستضيف؟ الخليه السريه تحمل CMR لا يحمل محدد مستضيف، اذا هذه نسميها خليه سريه. الخليه المصابه ماذا تحمل؟ تحمل CMR او HLA-1 مرتبط بمحدد المستضيف. اذا الخليه السليمه لا تحمل محدد المستضيف، الخليه المصابه تحمل محدد المستضيف مرتبط بالCMR1. اذا نريد ان نعرف ان نعلل ان نجيب دليل ان تخريب الخليه المصابه من طرف التي في الوسط واحد يتطلب تدخل، يتطلب تخريب الخليه من طرف التي تعرف على البيبتيد المستضيف. طيب التعرف على البيبتيد المستضيف من طرف NTC لا يتم الا بواسطه خليه عارضه للبيبتيد المستضيف. طيب اين هو دليلها؟ من خلال التجربه. طبعا لناخذ هذه الخليه، هذه تم تخريبها، لكن هذه الخليه هذا الحاله اللي هي الوسط ثلاثه، اذا لدينا NTC للشخص A ولدينا خليه للشخص A غير مصابه. إذا لدينا هذه الخلية لا تحمل محدد المستضيف، وبالتالي الخلية الالتيسي لا تستطيع أن تخربها. لكن في حين هذه الخلية كانت حاملة لمحدد الفصل المستضيف،
بواسطة سير اش ار فتم تخريب. اذا نقارب هذه مع هذه فنجد ان الالتسي لا تخرب الخلية الا بعد تعرفها على المستضيف وعلى محدد المستضيف، ولا يتم عرض محدد المستضيف الا اذا كانت الخلية مصابة. اذا الان قدمت التعليلات واجبت على الاسئلة التي طرحت الان ناتي الى الجزء الاخير. هذا الجزء الاخير اللي هو ان تخريب، اذا السؤال الثاني، هناك سؤال هناك سؤالين، ان تخريب الخلايا المصابه من طرف الخلايا التي في وسط واحد يتطلب تداخل البروتينات، بين برسومات تخطيطيه وظيفيه اليه تخريب الخلايا المصابه في الوسط مبرزا دور البروتينات. طيب كيف يكون الرسم؟ كيف يتم الرسم؟ لنعيدها مره اخرى، بين برسومات تخطيطيه وظيفيه، رسومات تخطيطية وآلية تخريب الخلية المصابة في الوسط مبرزة دور البروتينات. إذا من الأفضل أن يكون لدي الرسم التالي، لكن قبل ما ننتقل للرسم لنحاول أن نعطي ملاحظات حول الإجابة التي يمكن أن تكون، وبالتالي الإجابة المقترحة المناعة ضد الفيروس أسبي هي خلوية. ما هو دليلها من الوثيقة؟ الخلايا التي مأخوذة من الشخص المصاب بـ HBV لها قدرة على تخريب الخلايا المصابة، إذا هي التسي. لأن الخلايا المستعملة في التجربة مأخوذة من الشخص A خربت خلايا التسي المستعملة في التجربة خلايا الشخص A المصابة بـ HBV ولم تخرب خلايا B رغم إصابتها بنفس، مما يدل على أن الخلية المستعملة مأخوذة من نفس العضوية الشخص A. إذا هذا التعليل. التعليل الثالث اللي هو جيم، يتطلب تخريب الخلايا المصابة من طرف الأنتي تعرفا على هذه الخلية في الوسط واحد، خربت خلية المصابة بالـ HBV ولم تخرب الخلايا B، طيب رغم إصابتها بنفس المستضيف مما يدل على الاختلاف طبعا السابع. طيب الآن في جي في الوسط خربت الخلايا، معناها هذا لا، طيب في الوسط واحد خربت خلايا T خلايا الشخص A المصابة لتعرف على الـ T المستضيف المعروض على سطح الخلايا المصابة في وسط ثلاثة لا يوجد تخريب، إذا يتطلب التعرف على محدد المستضيف المعروض من طرف السير العاج. طيب الآن بالنسبة للرسم التخطيطي اللي هو مطلوب، إذا ينجز رسم التخطيط يبين فيه التعارف المزدوج، إذا الآن لتكون إجابتك دقيقة، إذا الرسم التخطيطي هذه لدينا الخلية اللي ندعوها الخلية LTC. الATC لديها مميزات أساسية، إذا تحمي المناعة TCR على سطحها المستقبل الإشائي، تحمي الحويسلات على الحاوية على البيرفورين اللي هي بروتينات أيضا، إذا تحمي المستقبل الغشائي اللي نسميه CD8. طبعا الخلية المصابة ماذا تحمل؟ إذا هذه الخلية المصابة تحمل CMH، هذا رسم فقط للتمثيل، هذا CMH أو HLA إذا كان نقصد بها فعلا الإنسان. طيب ماذا تحمل في سطحها؟ تحمل محدد المستضيف اللي هو محدد الفيروس، فيتم التعرف على HLA ويتم التعرف على محدد الفيروس، إذا هذا محدد الفيروس أو البيبتيد الفيروسي بواسطة التسعير، هذا ما ندعوه بالتعارف المزدوج. يثبت السيديويت هذا الارتباط أو يسمح باستقرار هذا الارتباط، بعد ذلك ماذا يحدث؟ تبدأ بعد أن يتم الارتباط تفرز الخلية التيويت، ماذا تفرز؟ هذه الخلية المصابة، ماذا تفرز؟ البيرفورين الذي يتثبت على غشاء الخلية المصابة مشكلا بها قنوات مؤديا إلى تخريب. طبعا اين هي البروتينات؟ اذا البروتين هنا نكتب بروتين البيرفورين، هنا بروتين، هذه كلها بروتين، بروتين CD8 هذه كلها بروتينات، والقنوات البرايزيم الذي مخرج، اذا مبرزه معناها توضح البروتينات التي ساهمت في هذا التخريب. طبعا لا ترى في هذا التمرين لا يوجد جزء ثالث، وانما هو من جزئين فقط، انتهى بحل بسيط للإشكالية اللي هي هذه، اللي هي الإشكالية المطروحة في البداية الخاصة ب يشكل فيروس التهاب الكبد مشكلة عالمية كبرى. إذا هذه المشكلة المرضية سببها الفيروس
والاستجابة المناعية تكون نتيجة استجابة خطية واستجابة خلوية. هذا هو بالنسبة لي النموذج لواء التمرين الثالث. الآن مع التمرين الثالث اللي هو ذكرنا أن الموضوع يشمل ثلاث تمارين، كل موضوع يشمل تمرين أول خمسة، تمرين ثاني سبع نقاط، تمرين ثالث من ثمانية إلى تسع نقاط. هذا التمرين الثالث يشمل ثلاث أجزاء وهو محصلة للتمرين الأول والثاني. إذا التمرين الأول فيه جزء واحد، التمرين الثاني فيه جزئين، الآن وكأنه أصبح هذا المحصل. إذا هذا التمرين الكفاءة قياس وتجنيد أكبر عدد، معناها أكبر عدد من ماذا؟ من الموارد. إذا يستهدف ربما موضوع كامل، التركيب الضوئي كامل، تنفس كامل، إذا لا يستهدف جزء من وإنما ممكن يستهدف موضوع كامل. إذا قياس تجنيد أكبر عدد ممكن من الموارد المعرفية، المواد والمنهجية التي تضمنها الكفاءة. الكفاءة مثلا تركيب ضوئي اللي هي أو التنفس أو إلى آخره. الهدف قياس قدرة المتعلم على تجنيد، معنى التجنيد استعمال هذه الموارد المعرفية والمنهجية خلال استعداد علمي، ولكن ضمن مسعى علمي، ضمن مسعى علمي اللي هو حل الإشكالية العلمية. السياق يتضمن إطار حل المشكل العلمية، تقريبا نفس الأشياء التي ذكرناها في التمرين الثاني، ولكن هنا أضيف لها الجزء الثاني. طبعا على سندين على سنة، هما سندين لخمس وثائق، معناها وثيقة واحد وثيقة اثنين إلى آخره، ولكن نعتبرها سند واحد، سند اثنين، سند ثلاثة. طيب التعليمات طبعا بالنسبة للجزء الأول لدينا سند واحد، تعليمتين فقط، سؤالين، لا يمكن إدراج أسئلة فرعية، ندير سؤال واحد وما نديرش ألف وباء، ندير سؤالين فقط. تعليمات تقيس تجنيد يمكن أن نستعمل فيها صانع خضراء ونكتب البيانات ونكتب معادلة التركيب، وبالتالي أننا نريد أن نعرف استرجاع، وكان له جانب فيه استرجاع المعلومات. الجزء الثالث اللي هي ثلاث تعليمات، لا يمكن، إذا هناك ثلاث أسئلة، هذه الثلاث تعليمات هي منها طبعا فيه عدة وثائق تحتوي على ثلاث أسئلة في المجموع، السؤال الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس. إذا هناك تقريبا خمس أسئلة في هذا الموضوع مع اللي هو هذا السؤال يتمحور، تتمحور التعليمات حول استغلال الوثائق وتجنيد المعارف، وكأن نفس التمرين الثاني الآن، وكأن نفس منهجية التمرين الثالث. طيب التمرين الثالث أو الجزء الثالث اللي هو محصلة الجزء الأول والجزء الثاني، محصلة الجزء الأول والجزء الثاني. طبعا ما معنى المحصلة؟ قد تكون على شكل نص، قد تكون على شكل رسم، قد تكون على شكل مخطط. طبعا توزيع العلامات، الجزء الأول أقصى ثلاث نقاط، الجزء الثاني أقصى أربع نقاط، الجزء الثالث أقصى ثلاث نقاط، وبالتالي توزع هذا بالنسبة للتوزيع. طبعا اثنين إلى ثلاثة، ثلاثة إلى أربعة، اثنين إلى ثلاثة، وهكذا، فيصبح لازم بدء المجموع أن يصبح من ثمانية إلى تسع نقاط. إذا هذه التمارين هي نفس التمارين التي كانت موجودة في البكالوريوس السابقة منذ 2016 حتى 2008، التي تتناول ثلاث أجزاء بإشكالية علمية تقريبا نفس النمط، وبالتالي لا يوجد اختلاف كثير. طيب لنأخذ مثالا عن ذلك اللي هو بكالوريا أو تمرين من التمرينات، الجزء الأول فيه 5 نقاط. إذا تمتاز القدرة، السياق تمتاز بقدرتي على تحويل الطاقة الكاملة إلى جزيئات عضوية قابلة للاستعمال. إذا السياق يتكلم عن تحويل الطاقة الكيميائية إلى قابلة للاستعمال، وبالتالي نحن أمام ظاهرتين، إما تنفس أو تخمر. إذا تنفس والتخمر، وبالتالي التركيب الضوئي نضعه على جانب. طيب الجزء الأول، إذا توجد سلالة من الخميرة، إذا هناك السلالات البكتيرية أو الفطرية مثل الخميرة، توجد العديد من السلالات، سلالة تعيش حياة هوائية، سلالة تعيش حياة لا هوائية، سلالات يمكن أن تعيش حياة هوائية أو حياة لا هوائية معا. إذا هذه السلالات سميناها السلالة جي والسلالة بي، هذه السلالات سميناها سلالة، توضع السلالتين في نفس الشروط من التهوية ودرجة الحرارة بوجود نفس كمية الجلوكوز. إذا هذه السلالة جي والبي أعطيناهم الجلوكوز وأعطيناهم الأكسجين في شروط التهوية، السلالة جي ماذا حدث؟ مستعمرات كبيرة الحجم بينما ينتج عنها تكاثر في المستعمرات. طيب الآن ماذا حدث؟ لنعيد صياغة هذا الكلام إلى حسب مفهومه. إذا هذه الخميرة، طيب لدينا سلالات
اللي هي بالخميرة من لدينا عدد من الخلايا، هذه الخلايا. طيب السلالة مثلا، السلالة جي ولتكون ذات الشكل، نقص شوية العدد، هذا بالنسبة لي سلالة جي. أضفت لها الجلوكوز، الجلوكوز أضفت الجلوكوز وأضفت كل الظروف، ماذا حدث؟ ينتج عنها بينما السلالة جي، فينتج عن تكاثر السلالة جي مستعمرات كبيرة من البكتيريا أو الخميرة، هذه أصبحت كثيرة جدا. طبعا هذا بالنسبة لي السلالة جي، هذه السلالة جي والعكس هي بي. طيب بينما ينتج عن تكاثر السلالة بي مستعمرات صغيرة، إذا هناك تكاثر ضعيف وليس كثير، هنا تكاثر صغير. طبعا التكاثر هي وظيفة خلوية، هذه خلية لكي تتكاثر لابد أن تنقسم انقسام إما مباشرا كالبكتيريا أو انقسام حيتيا متساويا كالخلايا. طيب لكي تتكاثر لابد أن تصنع مادة إضافية، لابد من صناعة مادة إضافية. لكي تصنع مادة إضافية وتكون البروتينات لابد من استهلاك الطاقة لأن صناعة، إذا لابد من استهلاك الـ ATP. إذا التكاثر يتطلب إنتاج الـ ATP، والـ ATP ما هو مصدرها؟ الـ ATP اللازمة للتكاثر زيادة العدد، ما هو مصدرها؟ طيب حدد الآن المشكلة العلمية، إذا لماذا حدث التكاثر؟ ما هو مصدر الطاقة اللازمة للتكاثر؟ في الحالة جي والحالة بي، إذا هناك إشكالية. المشكلة العلمية هي عبارة عن سؤال ننتظر حله، إذا المشكلة إذا كيف حدث التكاثر؟ وما هي الطريقة؟ وما هي الطاقة اللازمة للتكاثر؟ إذا لكي تحدد المشكلة الإشكالية لا تأتي هكذا، لا بد أن تقدم. إذا نقول تكاثر جي يدل على أنها استعملت طاقة، هذا الطاقة ما هو مصدرها؟ بينما التكاثر الضعيف يدل على أنها طاقة لم تستعمل، فما هو مصدر طاقة جي وما هو مصدر طاقة بي؟ إذا هناك سؤال إشكالية وممكن أن نصيبها بالجهل. طيب اقترح فرضية تفسر بهذه الملاحظة، إذا حدث التكاثر السريع، الفرضية هي حل مؤقت وبقنع لهذه الملاحظة. إذا حدث التكاثر ربما السريع يعود إلى حدود ظواهر التنفس وحدود ظاهرة التخمر. هذا بالنسبة للجزء الأول، تلاحظ أنه به سؤالين، سؤالين فقط. طيب الآن لتحديد المشكلة، المشكلة هي كيف يتم تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في المستوى الخلوي، على مستوى من؟ على مستوى جي وعلى مستوى المستعمرة. إذا هناك نمطين من الخلايا، ليست نمط واحد. طيب اقتراح الفرضية، السلالة جي تقوم بماذا؟ بالتنفس، ينتج عنها طاقة، إذا ربما السلالة قامت بعملية التنفس. طيب تكاثر الخميرة فتشكل، السلالة تقوم بعمل التخمر لأن تكاثرها ضعيف. يكفي أن يقترح، طبعا هذه الإجابة للأستاذ كي يكفي أن يقترح أن هناك آليتين للتحويل اللي هي التنفس والتخمر. إذا هذا بالنسبة للجزء الأول. إذا ترى أن الأسئلة لا ليس فيها شيئا مبتكرا وليس شيئا فيها جديدا، كل الأسئلة موجودة منذ البكالوريات السابقة، فقط يبقى الآن الطالب أن يهتم في تنظيم إجابته. طيب الآن نأتي إلى الجزء الثاني اللي هو للتعرف. إذا طرحنا إشكالية، ربما التنفس ربما التخمر، هل هو التنفس؟ هل هو التخمر؟ إذا الآن نريد أن نجيب في الجزء الثاني على الإشكالية العلمية ونعطيها خلاصة في الجزء الثاني. للتعرف على نمطين التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن اختلاف، نقدم السند 2 الذي يوضح هل الجلوكوز 1 والجلوكوز ومظهر الميتوكوندريا لدى سلالة البي. إذا قدمنا هذا السند، هذه السلالة بي، هذه السلالة جي، هذا نعتبرها الوثيقة مثلا واحد، هذه كمية الـ ATP الميتوكوندري، هذه الفطر الخميرة هي بي، عدد الميتوكوندري قليل جدا فيها. طيب السلالة جي، طبعا الصورة هنا ليست واضحة بشكل دقيق ولكن نحاول أن نشرحها، عدد الميتوكوندري كثير جدا، عدد الميتوكوندري حوالي 15 في الخلية، هنا حوالي من 4 إلى 5، إذا عدد الميتوكوندري قليل، عدد كبير جدا للميتوكوندري. إذا ربما هنا أن الميتوكوندري هنا لا تستطيع السلالة بي، السلالة جي، جي هي التي تقوم بعملية التنفس. هنا أعطانا كمية الـ ATP الناتجة 2.38 أعطانا هذا.
إذا لدينا كم شكل؟ شكل واحد، شكل اثنين، أو الوثيقة واحد، الوثيقة اثنين، اللي هي الصورة. الآن طلب مني من خلال هذه المعطيات، ماذا طلب مني؟ بالاعتماد أيضا على السند واحد وباستدلال منطقي، باستدلال منطقي قدم تحليل النقاط النتائج. إذا هنا يطلب التحليل النقاط. طبعا هنا المشكلة في بعض الحالات أن بعض الطلبة لا يعلمون معنى كلمة تحليل ومعنى كلمة تفسير ومعنى كلمة استنتج. استنتاج طبعا هذه لا يكتسبها الطالب دائما كما قلت في حصة واحدة، يكتسبها خلال عام دراسي اللي يعتمد فيه مع أستاذه في القسم هناك وذاك، يطلب تحليلها ويصحح له وبالتالي يكتسب منهجية. إذن هذه تقريب أسئلة نسميها الأسئلة المنهجية التي يجب أن يذهب. إذن التحليل هو تجزئة الكل إلى أجزاء مع إيجاد علاقة منطقية. إذن هناك لابد من وجود علاقة منطقية. إذن ثم التفسير لينطلق لماذا حدث هذا الملاحظة. إذن التحليل نقول في التحليل زيادة وثبات تركيز الأودر ثم تناقص تركيز الأودر، هذا يسموه التحليل، يدل مع استنتاج العلاقة المنطقية. طبعا إذا لم يطلب الاستنتاج لابد أن نضيف الاستنتاج. طيب الآن التفسير، ولماذا بقي تركيز الأودر ثابت؟ لماذا نقص تركيز الأودر؟ هذا يسموه التفسير. الاستنتاج، ماذا تستنتج أو ما هي المعلومات المستخلصة من هذه المعطيات اللي هي تجيبها من الوثيقة وليس من دينك؟ الوثيقة تجيب استنتاجات من خلال الوثيقة، حيث ممكن نستنتج أن استعمال الأودر من طرف الميتوكوندري في أكسدة الأمبيروفيك وليس في مادة أخرى. إذا هذا بالنسبة لي هذا المعرفة. إذا نبدأ نحاول أن نجيب على السؤال. إذا المطلوب هو قدم تحليل المقارنة للنتائج المحصل عليها، ثم بعد ذلك أكتب معادلات كيميائية إجمالية للآلية للتحديث على المستوى العنصر واحد واثنين وثلاثة. إذا هناك العنصر واحد هو المادة الهيولة الأساسية، هيولة أساسية وليس مادة أساسية، هيولة أساسية ويسموها رياض البلازما. طيب الآن العنصر اثنين الغشاء الداخلي، ربما العنصر ثلاثة هو لأنه حدث هو عبارة عن المادة الأساسية للميتوكوندريا. طبعا نبدأ في التحليل المقارن. طيب التحليل كما التحليلات التي كنت تقوم بها سابقا لا شيء جديد في التحليلات. إذا هو يقدم سند منحنيات تغير تعطي العنوان تغيرات تركيز الأودر بدلالة الزمان عند سلالتين الجي والبي، يمثل الشكل بام صورة بالمجهر الإلكتروني الميتوكوندريا خلايا الخميرة وكمية الطاقة الناتجة عن هذه المجهر الأتوات على مستوى الخلايا بي وجي قبل إضافة الجلوكوز. الآن قبل إضافة المنحنى قبل إضافة الجلوكوز تركيز الأكسجين اللي هو ثنائي الأكسجين ثابت. الأكسجين هذا هو الأكسجين، إذا أصبح يسمى ثنائي الأكسجين ثابت ومعتبر لعدم استهلاكه. الآن ما هو الدليل لعدم؟ إذا هنا تجد علاقة لعدم استهلاكه وينخفض تركيز الأكسجين في الوسط لاستهلاك من طرف السلالة جي بينما يبقى ثابت من طرف. إذا الآن السلالة جي تستهلك الأودر، إذا هي تقوم بالتنفس، السلالة بي لا تقوم بالتنفس. تظهر الميتوكوندريا جي نامية أعراف وينتج عنها هذا الجلوكوز 38. إذا استخدمت كل المعطيات اللي راها موجودة أمامي، 38 أي تي بي وهي كمية معتبرة، تظهر ميتوكوندريا السلالة بي غير نامية أعراف وينتج عنها 2 أي تي بي وهي كمية ضئيلة. ومنهم الآن ومنه نستنتج أن السلالة جي قادرة على استهلاك الأودر على مستوى أعراف الميتوكوندريا لوجودها تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال اللي هي 38 وذلك خلال ظاهرة التنفس، بينما بي غير قادرة على استهلاك الأكسجين فتحول من طاقة كاملة إلى طاقة قابلة للاستعمال اللي هي 2 طن. إذا هناك خطوات لابد من احترامها، هناك خطوات لابد من احترامها واستعمالها. طيب الآن المعادلات التي يمكن أن نكتبها، ما هي المعادلة؟ إذا كتابة المعادلات على مستوى العنصر واحد، إذا العنصر واحد ربما هنا راح الصورة ليست دقيقة تماما، العنصر واحد نقصد به الهيولة، العنصر اثنين نقصد به الغشاء الداخلي ربما، العنصر ثلاثة هو العنصر ثلاثة هو الغشاء الداخلي. إذا هذا من سبب التصحيح فقط أن راح نوضحها الآن بعد قليل.
إذا على مستوى الجملة ماذا يحدث تحت التحلل السكري؟ حيث طلبنا أن الطالب أن يكتب المعادلات الأساسية ويحفظها لأنها تطلب. إذا العنصر واحد هي الجملة تحت التحلل السكري، العنصر الثاني اللي هي الستروما. الستروما هذا عادة نسميها في الصناعات الخضراء، لكن هذه نسميها المادة الأساسية، يمكن أن نسميها حدوث مرحلة الأكسدة التنفسية، الأكسدة التنفسية التي تشمل مرحلة تحضيرية لحلقة كريبس وحلقة كريبس. طيب هذه الأكسدة التنفسية التي تشمل هيمبيروفيت زائد الخمسة تي. خمسة تي ماذا نقصد بالخمسة تي؟ نقصد بها رفع النار أش أش النار وواحد فات، لأننا انطلقنا من ماذا؟ من واحد هيمبيروفيت. طيب لو كان يكون لدينا اثنين هيمبيروفيت راح تكون مضروبة كلها. إذا هذه مضروبة اثنين في اثنين. طيب إذا استخدمنا واحد دير خمسة، إذا استخدمنا اثنين تصبح عشرة، اثنين اثنين ستة وعشرة. إذا ولكن القوس المضروب في اثنين. إذا على مستوى الغشاء الداخلي تحدث الفسفرة التأكسدية، هنا تحدث الأكسدة التنفسية. إذا الفسفرة التأكسدية اللي هي تحدث الغشاء الداخلي وينتج عنها ال 12 تي، 12 تي نقصد بها 10 نار اش اش زائد 2 فاد اش 2. هذا على مستوى دورة الكبس تنتج وتستعمل طبعا 6 اوديو او 30 اتي. هذا هو بالنسبة لي المعادلات المطلوبة في هذا الجزء من التمرين. ثم ننتهي بعد ذلك إلى الجزء الثاني. طبعا هنا هذا السؤال اللي راه نعيد مرة أخرى. إذا الجزء الثاني في عنصرين، العنصر الأول تكلمنا عليه، تكلمنا على هذه الوثيقة، هذه الوثيقة. العنصر الثاني به أسئلة. الآن العنصر الثالث، إذا يوضح التركيب التجريبي. إذا هناك تجربة أخرى، سند ثاني، لأن نحن أمام السند الثاني، هذا نسميه السند الثاني الذي يمكن أن يحمل وثيقة واحد وثيقة اثنين، ممكن هذه وثيقة ثلاثة، إذا يمكن أن يحمل عدة وثائق. طبعا هنا يوضح التركيب التجريبية المواليه دور مكونات الغشاء الداخلي في ضمان التفاعلات الآلية التي تحدث على مستوى العنصر اثنين للشكل ب من السند واحد النتائج المتحصل عليها. العنصر اثنين اللي هو الغشاء الداخلي اللي هي الميتوكون، النتائج المتحصل عليها ممثلة في سند اثنين. إذا هذه المعطيات، إذا هناك شكل ألف، هناك شكل باء، وثيقة واحد، وثيقة اثنين. طيب الميتوكوندري ماذا نزعنا منها؟ كريات نزعنا وحويسلات مقلوبة اللي هي الغشاء الداخلي ووضعناها في وسط، والتجربة معروفة لديكم. طبعا الغشاء الداخلي كيف نستخدمه؟ الآن هذه الميتوكوندري ننزع منها الغشاء الداخلي، نعيدها بصيغة أفضل. هذه الميتوكوندري، طيب عندما نفصل الغشاء الداخلي لوحده، هذا الغشاء الداخلي، والغشاء الداخلي يحتوي على كريات مذنبة في اتجاه المادة الأساسية. طيب عندما نمزق هذا الغشاء الداخلي إلى هذا الأشكال فسوف تتحوصل على ذاتها فتشكل ما يسمى بحويسلات الغشاء الداخلي ولكنها مقلوبة. هذا الحويسلات يمكن أن نضعها في أوساط مختلفة، إذا هذا الغشاء الداخلي التي تحدث فيه فسفرة أكسدية، يحدث فيه أكسدة النار أش أش والفات أش دو وتخرج بالأش دو فتشكل الأتي. طيب الآن هذا بالنسبة لي التركيب التجريبي. طبعا هنا هذه لا توجد كريات مذنبة، إذا هنا حويسلات هي كريات مذنبة، هذا حويسلات فيها كريات مذنبة لكن البي أش الداخلي 4 والبي أش الخارج 8، هذا حويسلات البي اش 7 والبي اش 7. طيب الان ما هي النتائج الملاحظه هنا؟ عدم فسفرات الاي دي بي. عدم فسفرات الاي دي بي يعني عدم تشكيل الاي دي بي، عدم فسفرات الاي دي بي يعني عدم تشكيل الاي دي بي. هنا بوجود طبعا اكسده تي اش وتركيب الاي دي بي، اذا تركيب الاي دي بي لكن هنا لا يتم تركيب الاي دي بي. طبعا ماذا يوجد ايضا لدينا وثيقه اخرى، هذه جي مستعمرات كبيره ولكنها بلون احمر لان هناك ماده يسموها تي تي سي تتلون هذه بالاحمر اذا كانت في حاله مرجعه لتحولها الى تي بي اف، تي بي اف ذات لون احمر. اذا هناك وثيقه اخرى تستعمل ماده تي تي سي كمستقبل نهائي للالكترونات بدل الاكسجين، كمستقبل نهائي للالكترونات في السلسله التنفسيه.
على مستوى الميتوكوندريا فيتم إرجاعه إلى ماذا؟ إلى مركب ندعوه في بي إف ذو اللون الأحمر. إذا هذا يكون أحمر إذا أرجع. إذا معادلة السلالة الجي والبي في هذه المادة أعطت النتائج الموضحة. إذا اللون الأحمر يدل على الإرجاع، والإرجاع يكون بفضل اكتسابه الإلكترونات والبروتونات، بينما هنا عدم لون أحمر بعدم إرجاع. هذه بالنسبة لي التجربة التي اقترحت. طبعا السؤال الذي يطرح بين أن الدراسة السابقة أو بأن الدراسة المقارنة 2 و3 من الشكل الألف للسندات تسمح لك بتحديد دور مكونات الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. هنا ينبغي للطالب أن يسترجع المعلومة التالية. هذا هو الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، يحتوي على T1 T2 T3 T4 T5، هذه يسموها السلسلة التنفسية، بالإضافة إلى الكرية المذنبة. طبعا هنا الفرق بين الغشاءين. طيب من الذي يتأكسد على مستوى الغشاء الداخلي؟ يتأكسد النار عش فيعطينا النار زائد الكترونات تنتقل عبر السلسلة التنفسية، هذه الالكترونات، والاش بلس تنقل الى الفراغ بين الغشاءين مشكلة فرق تدرج اش بلس اللي هو تدرج الكهروكيميائي، فيصبح هنا البي اش حامل وهنا البي اش قاعدة. خروج اش بلس عبر الكريه المذنبه هو الذي يحفز تشكيل الاي تي بي او فسفره الاي تي بي. طيب من الذي يستقبل الالكترونات التي انتقلت؟ من الذي يستقبلها؟ يستقبلها الاودر، نصف مول من الاودر يستقبل 2 الكترونات، اودر مول واحد من الاودر يستقبل 4 الكترونات، فتصبح لدينا مع البروتون يصبح لدينا جزيئه ماء، فهي تشكل جزيئه ماء. طيب هذا ماذا لو كان على شكل حويصل؟ على ذلك ان هذا الغشاء وهذه الكريات المذنبه ماذا لو كان على شكل حويصل اللي هو موجود في التجربه؟ اذا ذكرت الان المعلومات. نعود الان الى الاجابه. اذا بين ان الدراسه المقارنه المعادلتين للسنه تسمح لك بتحديد دور مكونات الغشاء. اذا الغشاء ينقل الالكترونات يشكل الاي تي بي، هل هذه الادوار موجوده في الوثيقه ام لا؟ هل معطيات الشكل بني سنة تمكن من تأكيد ساحة فرضية اللي هي التنفس والتخمر؟ واضح ذلك بالمخطط. طيب الآن بعد ذلك إلى الجزء الثاني لنعطي الإجابة مباشرة، وعلى الطالب أن يتمعن فيها بشكل دقيق، ويمكنه أن يكتب الشريط ويجيب. إذا الآن الدراسة المعادلة عدم فصلة الأدي بي اللي هي الكرية المذنبة، إذا هذا بالنسبة لي الحالة هذه هذه الحالة عدم فصفرة الأدي بي هي بالكرية المذنبة، هذه بالنسبة لي المعاملة 2. طيب المعاملة 3 عدم فصفرة هي فرق التدرج لأن بي اش متساوي 7 و7، عدم انتقال لوجود مادة مسلطة دور مكون الغشاء الداخلي، هذا بالنسبة لي المعاملة. إذا دور مكونات الغشاء الداخلي الكرية المذنبة الأدي بي تفسر أو تفسر الأدي بي وتضخ البروتونات، وهذا بالنسبة لي الـ ATP synthase، سلسلة النواقل التنفسية تنقل الإلكترونات وتنقل البروتونات. إذا هذا بالنسبة لي المقارنة. نعم معطيات الشكل باء، إذا الشكل باء أين هو؟ الشكل باء اللي هو ها هذا الشكل. لماذا زادت ولماذا تحولت إلى اللون الأحمر؟ إذا نعم معطيات الشكل باء لسنة 2 تمكن من تأكيد الفرضيات المقترحة. التوضيح، مستعمرات جي تلونت بالاحمر يدل على ارجاع مركب تي تي سي الى تي بي اف، وان السلسله التنفسيه واضحه، فنستنتج ان سلاله جي تقوم بعمليه التنفس ينتج عن ذلك 38 اي تي بي في خلال فصفرات التنفس. مستعمرات تسمح فتعطي مستعمرات كبيره، بينما سلاله تي لا تتلون بالاحمر يدل على تعطل السلسله التنفسيه غير وظيفية، فلا تقوم السلالة بي بعمل التنفس فتلجأ للتخمر، فينتج عن ذلك 2 ATP تستخدمها في تكاثر ضعيف. إذا هذا بالنسبة لي هذا الإجابة على هذا السؤال. طيب الآن نأتي إلى السؤال الأخير اللي هو المخطط. وضح بالمخطط أنواع المواد ومستوى الطاقة التي فيها مراحل آليتين. إذا راح نتكلم الآن على المشكلة التي طرحناها في البداية اللي هي
اذا تمتص خلايا الحيه بقدرتها على تحويل الطاقات الجزيئات الضوئيه الى طاقه قابله للاستعمال. طيب من بعد كيف يتم؟ يتم عن طريق التنفس والتخمر. هل الموضوع درس التنفس والتخمر؟ نعم درس التنفس والتخمر. حدد المشكله هي كيف يتم تحويل الطاقه. هل تم الاجابه عن هذا السؤال؟ تم الاجابه عنه، ولكن الاجابه تمت عنه، وطلب منك ان تقدمه على شكل مخطط وليس نص. قد يطلب منك نصا، ليس بالضروره ان يكون مخطط. اذا هذا مخطط يخص التنفس. طيب ولذلك انصح الطلبة أن يعدوا مخططات، أن يعد بنفسه مخطط للتنفس، مخطط للتركيب الضوئي، مخطط للتخمر، مخطط لمراحل الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية، مخطط لآلية النقل المشبكي. كما يمكن أن يعد النصوص العلمية اللي هي آلية التنفس كنص علمي، آلية تركيب البروتين كنص علمي، حتى يستطيع أن إذا قدمت له يستطيع أن يسترجعها بشكل أفضل مما كان عليه. هذه المواضيع بالنسبة للموضوع بكالوريا 2018، وبالتالي ترى أن التمارين التي كانت موجودة ليست ملغاة، وإنما تمارين تعود الطالب، ولكن فقط قلت فيها الأسئلة ونظمت، فأصبح جانبها تنظيمي أكثر منها جانب إضافي لها. إذا تنظيم التمرين الأول، تنظيم التمرين الثاني، تنظيم التمرين الثالث، دائما يستهدف جملة من الأسئلة. إذا يستهدف أسئلة دقيقة جدا ومحددة، الطالب يستطيع أن يواصل في حل تمارينته اللي تعود عليها، ولكن يمكن له أن يستفيد أو ينظم إجابتها في البكالوريا. هذا وبالله التوفيق.